مرحبا بكم أعزائي الطلاب الصف الثالث، واليوم درسنا راح يكون عن الأعلام القمرية والشمسية. السلام عليكم طلاب الصف الثالث، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. درسنا اليوم هو مراجعة للام الشمسية واللام القمرية. قلنا في حصص سابقة أن اللام الشمسية هي اللام التي تكتب ولا تلفظ، تكتب ولا تلفظ. أما اللام القمرية فهذه اللام التي تكتب وتلفظ. هل تعرفون يا صغاري الفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية؟ إنه فرق بسيط جدا. اللام الشمسية من اسمها؟ هي لام شمسية، شديدة الحرارة، حارقة، لا أحد يستطيع لفظها من شدة لهيبها، لذا تخاف الكثير من الحروف الجلوس بجانبها، ما عدا الحروف الشمسية القوية الصلبة، فهي قوية تتحمل حرارة اللام اللهابة. ترى من يحمي هذه الحروف من تلك الحرارة القوية؟ إنها الشدة. نعم، الشدة. انظروا إلى كلمة النافذة. النافذة، هل لفظت اللام هنا؟ لم تلفظ اللام في هذه الكلمة. إذن حرف النون حرف يعتبر ضمن مجموعة الحروف الشمسية. قلنا النافذة، لم نلفظ هنا اللام. انظروا كيف جلست الشدة على حرف النون. جلست الشدة على حرف النون. إذن لنأتي إلى الكلمة الثانية، الزرافة. هل لفظت للتعريف في هذه الكلمة؟ لم تلفظ للتعريف في هذه الكلمة. إذن هذه اللام تعتبر لام شمسية، وحرف الزاي أيضا يعتبر ضمن الحروف الشمسية. كلمة طاولة، لندخل للتعريف على هذه الكلمة، تصبح الطاولة. هل لفظت ال هنا؟ لا. إذا هنا تعتبر هذه اللام اللام الشمسية، وحرف الطاء أيضا مصنفه أنه ضمن المجموعة الشمسية. هل رأيتم هذه الحروف القوية؟ هي فعلا حروف مجازفة، هي فعلا حروف مجازفة. لنأتي إلى هذه المجموعة، حرف التاء، التوت، حرف الثاء، الثمرة، حرف الدال، الدار، حرف الذال، الذباب، حرف الراء، الرائد، حرف الزاي، الزيتون، حرف السين، السيارة، حرف الشين، الشجرة، حرف الصاد، الصحراء، حرف الضاد، الضبع، حرف الطاء، الطاولة، حرف الظاء، الضبع، حرف اللام، الليل، حرف النون، النافذة. كل هذه الحروف تعتبر ضمن مجموعة الحروف الشمسية التي تكتب ولا تلفظ، تكتب ولا تلفظ. هنا أنهينا اللام الشمسية. لنأتي هنا إلى تعريف اللام القمرية. اللام القمرية إذا دخلت هذه اللام
على اسم مبدوء بحرف قمري تلفظ لامها، أي أنها تكتب وتلفظ، ولا نضع شدة على الحرف الذي يأتي بعدها، لا نضع شدة كما نضع في اللام الشمسية. اللام القمرية يا صف ثالث هي لام مسالمة، لام هادئة كهدوء الليل، وأي شخص يتمكن من لفظها. والحروف التي تجلس بجانبها هي حروف فرحة، حروف مستمتعة، حروف مسالمة. انظروا إلى كلمة بيت، كلمة بيت، أدخلنا التعريف على هذه الكلمة، قلنا أن كلمة بيت عندما ندخل التعريف عليها تصبح كلمة البيت، لفظت هنا للتعريف. أيضا كذلك الأمر في كلمة حديقة، الحديقة لفظت هنا للتعريف. لاحظوا أننا لم نضع شدة على الحرف الذي يلي اللام القمرية. فراشة، الفراشة أيضا هنا لفظت للتعريف، ولم نضع شدة على الحرف الذي يلي هذه اللام. نأتي إلى الحروف القمرية. ألف الأرنب، باء البقرة، جيم الجبل، حاء الحوت، خاء الخوخ، عين العين، غين الغراب، فاء الفراشة، قاف القلم، كاف الكمامة، ميم المروحة، هاء الهدهد، واو الوطن، وياء اليد. إذا هذه المجموعة هي مجموعة الحروف القمرية. سوف نأخذ تدريبا الآن لنطبق هذا التدريب على هذا الدرس. هيا نصنف معا هذه الكلمات إلى كلمات تبدأ بلام شمسية وكلمات تبدأ بلام قمرية. لاحظوا كيف ننطق هذه الكلمات. الأهرامات، ركزوا معي في هذه الكلمة. النيل، الجمل، الصحراء. سوف نصنف هذه الكلمات على الدفتر بخط جميل ونرسلها على موقع نور إسبيس. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.